دقيق مطحون وجاهز هذا الحبوب بدون القشور إذا بدكم مع القشور بكيفكم لكن هيك أنا بشوف أحسن بدون القشور لأن القشور كتير ناشفة هذا هو بكيفكم يعني ممكن إحنا نشتري الدقيق جاهز مطحون وجاهز ولكن أنا بحب أطحنه عندي بالبيت بسكوب واحد كوب من الدقيق بعد ما طحنته بوضع ماء ثلثين كوب ماء مية جرام ماء واحد كوب دقيق مية جرام وماء دافئ سلسين كوب يعني كوب إلا سلس مية وخمسين جرام مُحَسِّن للخبز بنعمل معلقتين خل كبيرة وبكربونات الصودا معلقة صغيرة وملح حسب الرغبة نص معلقة صغيرة ملح حسب الرغبة وبنوضعها علي الخليط نضعها علي الخليط ونطحن مكونات جيد هيك أصبحت جاهزه بنسكب بالصينية يكون عليها زبدة. ورقة زبدة نوضع ورقة الزبدة حجم الخبز هو اختياري حجم الخبز كتير ممكن نعمله بير صغير بكيفكم. بنقوم بتشغيل الفرن مسبقاً. بنشغل الفرن سخان من فوق ومن تحت. بنوضع الصينية بالرف الأوسط. والمدة حسب نوع الفرن. الفرن لازم يكون أعلى أعلى إشي من حرارة الحرارة الفرن أعلى إشي. بنتركه خمس دقائق يبرد هو سخون كتير ولكن أنا حفرجيكو كيف هو شكله. لكن يفضل إحنا نتركه يبرد. نتركه جانبا حتى يبرد ولكن انا حفرجيكم كيف شكله هو كتير 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 مميز كتير روعة سخن كتير هو والافضل نتركه حتى يبرد ولو خمس دقائق مثل ما انتم شايفين كتير هو روعة مثل الاسفنج في امان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة